كوكبة من الطلبة المجيدين احتفت بهم وزارة التربية والتعليم عبر تكريم طلبة التفوق الدراسي لمكتب التربية العربي ومهرجان الفنون الخليجي وريادة الأعمال في مشهد عكس مدى اهتمام الأسر التربوية في محافظات سلطنة عمان بطلبتها واستغلال مواهبهم وتعزيزها ودعمها من خلال المشاركات الخارجية. التفوق الدراسي وفيما يتعلق أيضا بمهرجان المسرح الخليجي وأيضا في ريادة الأعمال، حقيقة أولادنا يعني تبوا مراكز متقدمة في هذه المشاركات، وهذا دليل على قدراتهم ومهاراتهم التي حقيقة يعني نعتز بها وأيضا نعمل على تطويرها وأيضا صقلها من أجل أيضا استمرار مثل هذه المنافسة. صعودا إلى العلم والإجادة، هؤلاء الطلبة الذين سقيت جذورهم بحب العلم والتعلم وتغذت أرواحهم فأينعت ليجدوا لهم مكانا على مسرح المتفوقين، فكان ثمار مثابرتهم واهتمام أولياء أمورهم. شكرا لأولياء أمورنا، شكرا لأمي على دعمها الدائم لنا، وشكرا لوالدي على حرصه لتوفير بيئة دراسية ممتازة لنا، وشكرا لمعلمينا. سعيدة جدا وفخورة بالإنجاز الذي حققته. أشكر الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية لمدرستي، مدرسة الزهراء السقطرية. أبي وأمي أكيد كانوا دعم لي وكانوا معي في الأوقات الصعبة دائما، والحين معي في وقت فرحي، وبالطبع هذا التكريم يعطي دافع لنا ويعطي تحفيز لنا بأننا نستمر لنكون أفضل. شركة طلابية فازت بمسابقة إنجاز العرب لأفضل أثر اجتماعي لفئة المدارس على المستوى الإقليمي لتكتب قصة نجاح علمية أخرى. شركة أرتميس شركة طلابية تابعة لإنجاز عمان، شاركت في مؤسسة إنجاز عمان ثم تأهلت إلى إنجاز العرب وفازت بأفضل مؤثر اجتماعي وجائزة سيتي فاونديشن. الشركة تهدف إلى إنتاج منتج مستدام من مواد مهدرة من البيئة. اشتمل تكريم وزارة التربية والتعليم للطلبة المجيدين في مسابقات الخط العربي والرسم والمسرح المدرسي، إضافة إلى مسابقة كتابة رسائل لفئة الشباب. يأتي هذا التكريم من قبل وزارة التربية والتعليم بمثابة الحافز لتشجيع الطلبة على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير مواهبهم والعمل على تنميتها. عبد الله بن صالح الريسي، مسقط.